كورة يرصد اعتراضات جماهيرية بشأن ارتفاع أسعار تذاكر دخول المباريات. يعني لو من يهم الأمر يعني ترهم الطلبة والزهراء البطاقة بعشرة، يعني الطلبة والزهراء البطاقة بعشرة، يعني المعدة منين يجيب؟ يعني الفقير شلون يعني بعشرة آلاف؟ ليش يعني ليش بعشرة آلاف؟ البطائق دائما بعشرة، ليش ما نعرف؟ هسه هاي الدول العربية كلها تتمنى الجماهير يقبط ملعبها، ليش بس بالعراق يستغلون الفرصة بأبسط شيء جاي يستغلون ليش؟ أنا سبوعيتي 50 ونا أخوي سبوعيته 100، أنا أروح لأبو 50 ولا أبو 100؟ أنت يا كابتن على يا أبو أنمار يا أبو تيسير اهدي صورة صحيحية، الإدارة تتغير، الوجود تتغير. لك حق، موسمين مو صار 6 سنوات ما ماخذ دوري وكاس، أنا هاي كل لعبة أنا حاضر، لعبة الجوية حاضر، لعبة الشرطة حاضر، وأنا جاي من الحلة، وأنا الشغل الله شاهد يعني أشتغل عندي بسطية، هل يعني أطلع أجيب؟ يعني هي المتنفس الوحيد للشعب العراقي كرة القدم، جاينا بالكلاسيكو، جاين من محافظة بابل إحنا، نشجع هنا، جينا تذكرة 10,000، ليش؟ عرفت؟ اليوم ملعب الزهراء، بس الإدارة مال الزهراء، ها؟ اليوم لو ملعب لو اللعبة ملعب الطلبة بصير بخمسة البطاقة. بس تقبل حسين اليوم اللعبه ملعب الزهراء سووها بعشرة، ليش؟ عم الناشد احنا وزير النقل، يعني نادي تابع للحكومه لوزاره النقل، غير اخليه هسه الشرطه والجويه عندهم يعني من الوزاره اكو اتصال، اكو احنا وزاره النقل بعيده عن النادي، والبوق بوق علني. انا بالقوات معيش عائلتي، اشتغل واطلع واروح اجيب لاهلي 10,000 منين اجيبها؟ عدنان دجال واحمل امك. مو جريمه بحق السماوات بطاقه بعشرة؟ يعني هذا يشتغل عماله من الصبح لليل وعايف نص شغله وراجع وعايف عائلته، قوه دي يطلب بعشرة قوه مدبره. كروه 6,000 وراح هسه الدنيا ليل، فاكيد ماكو سيارات، لازم ارجع التاكسي اقل شيء 10 او 15، والقى سعر التذكره 10 والحساب يجمع.